السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا حبايبي في مطبخ بيت العز، معاكم محمد. إن شاء الله النهاردة هنعمل سمك فيليه، ومعايا كابوريا صحية اهي، هنشوف هنعملها ازاي. بصي يا حبايبي، أنا دلوقتي معايا توم ومعايا فلفل ومعايا فلفل حامي، دي التتبيلة. مش هاخد التوم ده كله، هاخد منه جزء بس للسمك. هضرب كل المكونات دي ونحط عليها الإضافات بعد كده. نبدأ بسم الله. بعد ما طحنت الفلفل وغسلت السمك بمية، وبعد كده نضفت أي فتل فيه ولا أي حاجة، وبعد كده نقعته في شوية خل أحمر، ده للسمك وللحمة والفراخ، جميل جدا، بيشيل اي زفارة من اي حاجة يعني. وبعد كده نقعته في مية بدقيق وسيبته اتنقع شوية، وبعد كده شطفته بالمية زي ما انتوا شايفينه كده، مش هتلاقي ليه ريحة اي زفارة. بعد بقى ما فرمت الفلفل وهو والثوم زي ما قلت لكم، حطيتش الكمية كلها، هنزل عليه بشوية كمون. وده عصير 3 ليمونات، حابة تحطي ليمون زيادة براحتك، هو السمك بيحب الليمون عامة، مهما تحطي يعني مفيش مشكلة. اقلب المكونات على بعض وانزل عليهم طبعا بالملح، والملح يا جماعة تبع الرغوة، يعني عايزة كتير براحتك، انتوا قليل مفيش مشكلة. هبدأ انزل بقى بالخلطة اللي انا عاملاها دي على السمك الفيليه، وهقلبهم كلهم، اقلب السمك كله بالخلطة اللي انا عاملاها دي. زي ما انتم شايفين قلبتها، خليت الخلطة تيجي على كل السمك، هركنها بقى لغاية ما نعمل الجمبري الكابوريا سوا. المية بدأت تغلي اهي يا حبيب قلبي. دلوقتي انا محضرة شوية خضروات قطعتها، هنبدأ نشوفها دلوقتي مع بعض. معايا ليمون ومعايا بصل ومعايا جزر ومعايا ثوم سليم ومعايا قرن فلفل حراق شوية وطماطمية سليمة. لو عندك ورق لوري ممكن تحطيله عادي، مفيش مشكلة. هبدأ انزل عليها بالكابوريا. الكابوريا يا جماعه بتاخد وقت جامد في الغسيل، بتحتاج ميه كتير جدا جدا لان بيبقى فيها رمل. انا عشان ما اطولش الفيديو عليكم يعني ما بينش وانا بغسلها، بس بتاخد غسيل جامد جامد يعني، وبعد ما تغسليها كويس بتنضفيها بمناديل كده وتمسحي، بيبقى فيه بعض الحاجات عالقه كده على الرجلين والايد بتاعتهم والبطن، بتمسحها بالمنديل تاني بعد الغسيل. اهم حاجه تكوني في حطاها في ميه كتير قوي كده وفي وقت الغسيل، بحيث ان الرمل يبقى كله ينزل في قاع الميه. دلوقتي بقى يا حبايبي هبدا احط البهارات، هحط الملح واحط الكمون والفلفل، ما بحطش اي اضافات تانية غير التلاتة دول. وكده كده الخضروات اللي انا حطاها ده الكمون، وكده كده البهارات الثوم والبصل والفلفل وكل الحاجات دي بتدي طعم جميل جدا للشوربة بتاعتها. ممكن تستخدمي الشوربة كلها في عمايل الرز، وممكن تستخدمي نص الشوربة والباقي مية عادي مفيش مشكلة. كده انا خلصتها، هبدأ بقى اغطيها وابدأ نشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. هي بتاخدش وقت كتير في السوا على فكرة، بدأت تستوي اهي، دخلت في السوا اهي. دلوقتي يا حبايبي هنبدأ نعمل الرز سوا.
دلوقتي يا حبايبي انا حطيت الزيت كان سخن جدا ونزلت عليه بالبصل. انا عايزه البصل يا دوبك لونها يبقى ذهبي فاتح كده، مش عايزاها تبقى غامقه خالص. شايفين اللون الجميل ده؟ وانا هبدا انزل عليها بالكمون والقرفه وواحده شوربه ماجي. ايه يا ام احمد، هتحط شوربه ماجي على الرز السمك؟ جربوه، بص مش هيبات الرز ده، هيتاكل اكتر من السمك كمان. انا بستخدمش شوربه الماجي كتير قوي يعني، بس بتبقى حلوه. شوفوا انا ما كملتش وقت وحطيت على طول عشان القرفه اللي انا حطيتها هي والكمون ما تتحرقش، نزلت عليهم بطماطمايه مبشوره. جربوا طريقه الرز بتاعتي دي للسمك، في لاي نوع سمك مش هتبطلوا عميله. هنزل بقى عليها بالرز واسيب الرز بيشوح. انا بسيب الرز يشوح مده طويله يعني، انا مش بسيبه كله قدامكم قدام الكاميرا، لا بشوح فيه كتير وبكون موطيه النار عليه واسيبه يشوح براحته. في اليمه التانيه انا طبعا معلقه على ميه سخنه. الرز يا جماعه بيتحط له ميه سخنه عشان يفضل مفرفر، لو حطيتي له ميه ساقعه بيعجن. بتفضلي تقلبي فيه مده طويله بقى لغايه ما يشوح جامد، وتكوني حاطه له الملح وكل حاجه يعني. زي ما انتم شايفين هبدا انزل بالملح. هكمل تشويح لغايه ما بتحس ان الرز ينشفت خالص من الميه، يعني انا بشوح فيه لغايه ما احس ان الرز ينشف من الميه خالص. هحط له المعيار الميه اللي انا بتاع السوا بعد كده. في المرحله دي يا جماعه عشان دي فيها طماطم وفيها حاجات بتخلي النار هاديه جدا في التشويحه، ما بتخليش النار عاليه عشان ما يتحرقش منك. دلوقتي بقى انا حاولت انزل عليه شويه شوربه من بتاعه الكابوريا، لكن انا بحب اشرب الشوربه بصراحه بتاعته، فحطيت شويه منها على الرز وكملت بالباقي ميه. خلاص كده خلصت الرز، نبدا بقى نقل السمك سوا. ده انا حاطه شويه دقيق على شويه كركم وخلطتهم في بعض، وبدات ان انا اتبل اغطي قصدي السمك بالكركم والدقيق. وفي اليمه الثانيه انا معلقه على الزيت، هبدا بقى اقلي، احط من هنا وانقل على طول على الطاسه. زي ما انتم شايفين كده، شوفوا الكركم بيديله لون عامل ازاي. ده مش سمك يا جماعة بتاع الاكياس، ده في واحد بيجيب سمك اسمه سمك بياض تقريبا وبيقطعه قدامنا وبينضف سمكية وبيديها لك قدامك يعني. وعلى فكرة مش غالي جدا، ده كيلو بخمسين يعني، مش الفرق بينه وبين اللي هو في قلب اكياس 10 جنيه بس. شايفين الكركم بيدي اللون الحلو دوت. مش عايزة اقول لكم بقى كمان ريحة السمك ما بيبقاش زفر، هو كمان من الخل اللي انا حطاه والدقيق وكل دون، وكمان الكركم بيدي نفس كده حلو في القلية. والزيت على فكرة حتى دون يعني، يقولك ان دي انت متستخدميش زيت السمك في الصابون، لا انا بستخدمه لان انا ببقى منضفة السمك جدا فمبيعملش ريحة زفارة اللي انتم متوقعينها. فهبقى اصور لكم مره طريقه وانا بعمل صابون المواعين في البيت بالسمك ده، انا بعينه ما برمهوش. دلوقتي خلاص السمك خلص اهون، هبدا اقدم لكم الاكله كلها مع بعض.
وده كان الشكل النهائي للكابوريا والسمك الفيليه والرز بالكمون والقرفة. ان شاء الله يا رب تكون الوصفة بتاعتي عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب. كانت معاكم ام احمد من مطبخ بيت العز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.